أهلا بكم. تعتبر الأحجار الكريمة واللآلئ بالنسبة للكثيرين من عالم الترف، ولكن بالنسبة للمبدعين المبدعة اللبنانية سابين مظلوم هي عالم من الإبداع يجسد في تصاميم جوهراتها المزيد. في التقرير التالي مع إليان شاطري نتابع. تحمست أنا على التقرير. أن تدخل عالم سابين مظلوم لا يعني فقط أن تتعرف على اللآلئ والأحجار الكريمة، بل أن تغوص معها في عالم من الترف والشغف والخيال والإبداع. بين أنامل سابين وحبات اللؤلؤ قصة حب. فسابين خبيرة اللؤلؤ ومصممة المجوهرات، ومنذ أن تعرفت على هذه الحجرة الكريمة وقعت تحت سحر غموضها وأناقتها وفرادتها. ملكة كانوا الوحيدين كان فيهم يلبسوا لولو، قررت غير شوي الستيل تبع لولو ليكونوا مودرن أكثر. كتير بحب أشتغل بإيدي، وبحب أن نقي كل اللولو للعقد يكونوا حلوين مع بعض، وبشتغل من كل قلبي لأنه بحب شغلي، بحب اللولو. أنا بجيب اللولو من تايتي، أستراليا، جابان وتشاينا، وهندن ألوان كتير حلوين. مثلاً التايتي بيرز هن بيطلعوا من الماي رمادي، أزرق، أخضر، ألوان هيك كتير دارك كولورز. وأستراليا اللولو بيطلعوا أبيض وغولد شامبين كولورز، وتشاينا بينك، سالمون، فايلت، إنه هيك ألوان كتير فيمينين. ويابان من اليابان بيطلعوا أبيض وشوي صغار كمان. في العام 2000 حملت سابين معها من أوروبا التي ولدت وترعرعت فيها أحلامها وشهاداتها في تصميم الأزياء وعلم المجوهرات واللؤلؤ، إضافة إلى خبرتها التي اكتسبتها في البلدان التي زارتها والتي تنتج هذه الحجرة الكريمة، وأتت إلى أرض أجدادها في لبنان لتصبح ليس فقط مرجعاً في عالم اللآلئ والأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات، بل أيضاً كسفيرة للؤلؤ في الشرق الأوسط. أبدعت سابين في تقديم مجوهرات مشغولة بدقة وذوق، مزجت فيها بين اللؤلؤ والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونصف الكريمة. هون بتشوف إنه الستيل تبع اللولو كلاسيكال راح وصار كتير مودرن مع كل الحجرات استعملتهم سيمي بريشس ستونز. هيدا العقد سبيساليتي تبعي، بعمل عقد مع ملتي كولورد بيرلز وبياخد كتير سكسي لأنه كل الألوان موجودين بالنكلس. اللؤلؤة ليست مجرد منتج، تقول سابين مظلوم للمرأة، بل تمنحك رفاهية أن تكوني نفسك أنت. إليان شاطري، تلفزيون دبي، بيروت.